السلام عليكم، جبت لكم حلقه 19 قبل ما تشاهدوا على التلفازات ديالكم، وكنبغي ملي يطلع لكم الفيديو خليو بزاف ديال اللايكات والاشتراك في القناه وتفعيل ديال الجرس باش توصلكم جميع الحلقات. في هذه الحلقه حسام خرج من المستشفى وفي ايدو لادريس اللي عطاتو الطبيبه. خرج وبقى كيفكر فيها وهو يقطع الورقه والتصب. ملاك كتوجد راسها باش دوز عمليه لشي شخص، وهي بقات كتفكر العمليه اللي كانت ديجا دوزات وما نجحتش ليها، وبقات مخلوعه وكتفكر. المختار جاب التقدير للدار وطلع كيوجد طاجين للتوريه. حصلاتو لطيفة وبقات كتضحك عليه ودخلات كتعاونو وصاها باش يقول توريا بلي هو اللي صوب الطاجين. وهنا ملاك خرجت من العملية كتشكرها العائلة ديال داك الشخص حيت نقدات ليهم حياة ولدهم، ورجعات كتفكر في العملية اللي ما نجحت ليها وبقات كتبكي. المختار وجد الطبلة وعاود وصى لطيفة باش تقول توريا بلي هو اللي صوب الطاجين، وعيط لتوريا ما بغاش وحاول يقنعها وتجمعوا على الطبلة وهما فرحانين. وهنايا حسام كيبكي وكيرجع الذكريات اللي دوز مع ملاك. رجع للدار قالت ليها القيه فين كنتي؟ قال ليها راني غير توحشتك على شويه. وقال ليها واش كتعقلي على ملاك؟ قالت لي ايه. قال ليها بلي نهار اللي كان في الريف ونيرمين تلاقى بها بلي داك ملاك كان ديجا حامله منه. قالت ليه داك ساعه كان عليك تشاور باش نلقاو شي حل. وهنايا نيرمين كانت وسمعت لكاع داك الهضره. وهنايا جا للدار عند لطيفه والمختار وجايب في يديه السكر والورد. سولوا المختار علاش جاي عندنا، وقال ليه بلي سمح ليا على التصرف اللي درت داك النهار. قال لي المختار ماشي مشكل، وقال لي بلي عرفت القيمه ديال امينه وبلي ما نقدرش نعيش بلا بها، وحاول يقنعو. وهنايا السر راضي وصى زينب على عصام وقالت ليه انا معاه غير حيت كنبغي وبلي ماشي شفقة عليه، وقال ليها وجدوا راسكم حيتاش غادي يدير لعصام واحد الحفله. وهنايا لطيفه جابت ليهم اتاي وقالت ليه شنو بغى دابا؟ قال ليها بغيت نطلب يد مرتي وبغيتكم تقنعوا سفيان، وكنوعدكم بلي غنتهلا فيها وندير ليها اللي بغات. المختار حس براسو قنعو وقال لطيفه صافي. لطيفه قالت ليه بلي ما نقدروش، هضر مع سفيان وخوها، وهو يتعصب وهو يجري عليه المختار. وهنا سبوع ديال نادين الناس فرحانين وكيجيبوا الكادوات. الغالي كيوجد راسو وقالت ليه رقيه بلي راه تعطل على الضياف. وحتى نسرين هنايا كتوجد راسها، دخل عندها يوسف قال ليها بلي راك جيتي واعره. وهنايا امل ويوسف حتى هما كيوجدوا راسهم، قالوا الامينه يلاه معانا، ما بغاش تمشي امينه معاهم. قالت السلام عليكم، مرحبا بكم في الحلقه 19 من مسلسل سلامه اول البنات اللي غنشوفوا فيه بزاف ديال الاحداث اللي غتبقى في هذه الحلقه، بزاف ديال الاحداث الصادمه. في الاول غادي نشوف ان نيرمين بدات كتخلق مشاكل كثيره، نيسرين بدات كتضيقها في الدار بزاف، يوسف بدات يلاحظ ان نيسرين ما بقتش مرتاحه في الدار وبغى يعرف السبب شنو واقع. نيسرين ما غتقول ليه حتى شي حاجه، قالت لي بان كلشي مزيان وهي عايشه معاهم بخير وعلى خير وفرحانه بزاف، ولكن كيشوف ان العينين ديالها ما تيقولوش داكشي اللي كتقول هي بفمها، يعني ما كتبينش داكشي واخا هي كتبان انها ما مرتاحاش. من بعد غادي يكتشف ان نيرمين هي السبب وغادي يمشي يهضر مع الاخ ديالو حسام، غايقول ليه بان الزوجه ديالو كتحاول تخلق المشاكل بينه وبين مراته وبان هي غيره من ان نسرين عندها بنت وهي ما حاملاش. حسام ما عجبوش الحال ان يوسف هضر لي على الزوجه ديالو بهذه الطريقه، وغادي يقول لي انه خاصو يعرف شنو كيخرج من فمه. من بعد غادي يجي عندهم الاب ديالهم غيحاول يصالح ما بيناتهم. من بعد يوسف غادي يخرج وغيبقى حسام.